حياكم الله مشاهدينا. بلغ الأهلي السعودي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه في الدوحة على ضيف ذوبهان أصفهان الإيراني بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة عن المجموعة الثالثة، كما فاز العين الإماراتي المتأهل سلفا على ضيف بنيوت كورا الأوزبكي بثلاثية. مباراة الأهلي السعودي وضيفه أصفهان الإيراني جاءت بنوايا متقاربة بين الفريقين، فالانتصار يضع أحد الطرفين في الدور المقبل مع أن التعادل يكفي الفريق السعودي. الأهلي هدد مرمى ضيفه بتسديدة يسارية للاعب اليوناني إيوانيس ردها الحارس محمد رشيد. الفريق الإيراني لم يكتفي بالمراقبة وكان الأقرب للتسجيل، لكن تألق الحارس ياسر المسيليم حرمه من ذلك. خلال الشوط الثاني أدرك لاعب الأهلي ضرورة تغيير النهج الهجومي، فكان لهم ذلك بهدف جميل وقعه عبد الفتاح عسيري. فرص الضيوف على خطورتها لم تغير في واقع النتيجة شيئا بوجود حارس متألق. الأهلي لم يكتفي بهدف واحد، فأضاف هدفا ثانيا عن طريق أمير كردي ليحقق الفريق المطلوب بضمان ورقة التأهل. وعقب المباراة أهدى سعيد المولد لاعب الأهلي التأهل لجماهير فريقه التي ظلت تؤازره في جميع المسابقات، مشيدا بوقفة الجميع من أجل تحقيق الانتصارات. الحمد لله على الفوز وعلى التأهل. بصراحة المباراة كانت أتوقع أنه نحتاج الفوز فيها، خصوصا أنه أنت بتتأهل إلى أدوار متقدمة من بطولة زي دوري أبطال آسيا. أحب أهدي الفوز للجماهير هذه اللي ما قصرت، الله يعطيها العافية، الأمير فيصل والأمير خالد بن عبد الله، رجالات الأهلي، رئيس النادي، زملائي اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الإداري. صراحة وقفة الجميع كلنا، يعني كلنا كأسماء كلاعبين كجهاز فني كلنا واقفين لمصلحة النادي الأهلي، الشيء اللي أعطانا الكثير. ألف مبروك للجميع، إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.